السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سعاد أم خديجة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيكة، كيكة موسمية، كيكة المندرين، سهلة واقتصادية وبنينة، يعني ما يمكنش يجي المندرين وما نديرهاش. بغيت نتقاسم معكم هذه الكيكة، كنتمنى وصفة اليوم تعجبكم وإلا عجبتكم كنتمنى ما تبخلوش عليها باللايكات وبتعاليقكم الزوينة. وإذا كنتوا أول مرة كتدخلوا القناة ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بقاو مع الفيديو وفرجة ممتعة. نبدأ معكم بالمكونات مع طريقة التحضير. عندي هنا واحد جوج مندرينات، كيف كتشوفوا جوج مندرينات متوسطة الحجم، ومن الأحسن تكون القشرة ديالهم رقيقة. ناخد الخلاط الكهربائي، هنا غادي نطحن فيه هاد الكيك او مكونات الكيك. تنقطعها طريفات باش نشوف واش فيها شي عظيمات او بودور، بالنسبه اولا كانوا شي خيوط بويض، داك الخيوط كانوا غلا، اذا كانوا غير رقاق ماشي مشكل. تنقطعها ونديرها في الخلاط الكهربائي. قبل ما نضيفها غادي ندير واحد رشه ملح لتعديل الذوق، ونضيف هاد جوج مندرينات اللي قطعتهم. ضروري نقطعوهم باش نشوفو واش فيهم بودر ولا لا. ونضيف واحد الكأس الزيت معمرش، تقريبا 170-180 ملي، كأس العنبة كيف كيبان ليكم في الصورة، كأس معمرش. ونضيف واحد الكأس معمرش كذلك، يعني كأس لاروب ديال السكر سنيدة أو سكر حبيبات، تقريبا شي 120 غرام. إلا كتبغيو الحلاوة ماشي مشكل، عمرو الكأس، انا فقط اكتفيت بكاس لاروب. كنطحن الكل جيدا حتى كيتجانسوا ليا المكونات وتطحى ليا السكر حبيبات والمندرين، وتكيصبح الخليط على هذا الشكل كيف ما كيبان لكم في الصوره. دابا غادي نبدا نضيف البيض، بيضتان عندي هنا كبيرتين، غادي نضيف البيض كيف كتشوفوا، يعني جوج بيضات. ونطحن، ما غاديش نبالغ في الخفق، تقريبا دقيقه حتى كيتجانس ليا البيض مع المكونات السابقه. ونضيف، غادي نفرغ في اناء اللي عندي فيه مبشور حامضه او زيت ديال الحامضه كيبان لكم في الصوره، اختياري، يمكن لكم تعوضوها بالفاني او تكتفيوا فقط داك النكهة ديال قشور ديال المندرين، يعني اختياري هاد الخطوة كيبان ليكم. وغنبدا نضيف الدقيق. بالنسبة للدقيق انا عندي جوج كيسان، يعني نتوما يمكن لكم ديرو جوج كيسان اقل او اكثر، على حساب اذا كانوا البيضات كبار، على حساب المندرين اذا كانوا كبار او صغار. المهم في هاد الحدود ما بين جوج كيسان، جوج كيسان وربع. غادي نضيف واحد جوج اكياس ديال الخميره الحلويات، كل كيس كيوزن 7 غرامات. دائما نخلو الدقيق ونخلو هاد الخمارات او البيكن باودر، ونخلطو الكل جيدا بالطراب اليدوي حتى كيتجانس ليا الدقيق مع الخليط. الدقيق كنضيف تدريجيا، نضيف الكاس الاول، دابا غنبدا نضيف الكاس الثاني، وما تنضيفوش دفعة واحدة، دائما الدقيق بالتدريج. ونخلط كيف كتشوفوا الخليط بدا كيتقال ليا، باش غنخفوا داك الحامضة اللي بشرت معاكم اول حكيتها. غادي نضيف العصير ديالها، تقريبا عطاتني هنا شي 50 مليليتر، يعني ربع كأس ديال الهندة، ماشي مشكل داكشي اللي عطاتكم اقل او اكثر، المهم الدقيق غادي تزيدو اولا تنقصو. وكنخلط هاد الحامض، هاد الحامض خطوة اختيارية كذلك، يمكن لكم تعوضوه بالماء، ولكن من الاحسن تيعطي واحد الهشاشة وواحد المزيج ديال النكهات بين الحامض والمندرين، كتجي رائعة بزاف. كناخد المول القطر ديالو عندي هنا 22 سنتيم،
دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق وتنفرغ فيه الخليط اللي كان على اليد ديال الفوق ملي نفرغو في الاول. من الاحسن كذلك، هذه من اسرار نجاح الكيك انكم تعليو يديكم الفوق. الفرن عندي تيسخن على 180 درجه من الاسفل فقط. كندخلها تدوز لي 35 دقيقه تقريبا وتنخرجها، وانتم على حسب الفرن ديالكم. بالنسبه للفرن غازي كذلك كتحطوها النار تكون من الاسفل تبليكم وخرجوها. كنضربها مع سطح العامله، غادي ندخلها الفرن ونطلقها. كاضافه وكخطوه اختياريه عندي هنا واحد جوج مندرينات كبار عصرتهم، عطاوني تقريبا واحد كاس لاروب ديال العصير ديال المندرين. وغنضيف لهم واحد جوج معالق ديال السكر حبيبات ونخليهم يغلاو 10 دقائق فوق النار. هاد السيرو كما قلت لكم اضافه وخطوه اختياريه، ولكن اضافه كتعطي واحد المذاق زوين للكيك. الاحسن ديروها الا كنتو كتبغيو الكيك يجيكم فازق ويجيكم معلك. دابا بعد ما خرجتها من الفرن كيف كتشوفوا كيكون هذا هو شكلها. ناخذت لي في الطياب تقريبا 35 دقيقه. الفرن كان عندي ساخن تقريبا شي 5 دقائق من قبل على 180 درجه. غادي نحيدها من المول، نديمو ليها قدامكم كيف كتجي اسفنجيه غزاله البنات، والمذاق ما نعاود لكم. شتو تجربوها وتردوا عليا الخبر في التعاليق. انا غادي نسقيها كيف ما قلت لكم بداك السيرو اللي حضرت، يعني نسقيها غادي نرجعها للمول باش نسقيها باش داك السيرو اللي غادي يهبط يرجع فيها. نتوما الا خفتو تكسر معاكم ما ديروش بحالي، انا مولفه كنديرها وما كتكسرش معايا، يعني ديروها فوق شي شبكه وبداو تسقيو فيها. انا سقيتها هكا احسن باش مقويش عليا المواعن. كنسقيها كامله هكذا على هاد الشكل، وهذا غادي نحطها في الطبسه كيف كتشوفوا. ودائما ملي نسقيوها الا كانت الكيكه بارده السيرو يكون سخون، ولا كان السيرو سخون تكون الكيكه بارده. بالنسبه ليا انا السيرو كان سخون والكيكه بارده. كندهنها بالمربى، اي مربى عندكم، ورشها عليها جوز الهند كيف كتشوفوا. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك هذا المندرين اللي حضرت معكم. غادي نقطع لكم واحد القطعه باش تشوفوا شكلها من الداخل. كتجي هشيشه ورائعه في المذاق منعشه. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر في التعاليق، وكنتمنى تعجبكم. وإلا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعاليقكم الزوينه. ولا كنتو اول مره كتدخلوا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.